والتضامن واللي بغيناه بالوحدة والصمود وحقنا سيعود. باي باي التعويضات، باي باي التعويضات، باي باي التعويضات، باي باي التعويضات. والمالية دارت ما بغات، المالية دارت ما بغات، باي باي التعويضات، باي باي التعويضات. والمالية دارت ما بغات، المالية دارت ما بغات. اليوم كيف ما شفتوا معنا هذه وقفة احتجاجية، هي داخلة ضمن سلسلة الاحتجاجات اللي خاضها كتاب الضب تقريبا من شهر 3، وامتداد الإضرابات اللي كتقوم بها كتاب الضب في صدد أنه حنا مدة تقريبا 3 سنوات، وهذه بطبيعة الحال وقفة دعات لها النقابة الديمقراطية للعدل في خضم واحد 3 سنوات، وحنا في حوار مع الحكومة ومع وزارة العدل على تحسين الوضعية ديال كتاب الضب، على إخراج النظام الأساسي، لأنه صدرت بزاف القوانين اللي كتلقي علينا بزاف المهام. في المقابل مادام أنه طلقات عليك مهام جديدة فخاص تكون عندك حتى يعني حقوق وحدة أخرى جديدة. ما يمكنش أنا تجي تسلط عليا مهام جديدة، أعباء جديدة، بدون أي حقوق، بدون أي واحد الوعي، وما بقاش عنده حتى واحد الأمن وظيفي. يا كاتب الضبط ولا محقول مضغوط، ولات عندها بزاف الأعباء، بزاف المسؤولية، ولا الضغط علينا، ولات عندنا بزاف المشاكل. يعني حنا كنقلبوا على واحد الحماية قانونية، والنظام الأساسي فيه واحد تشجيع معنوي ومادي لكاتب الضبط. وحنا كنتسناو وزارة العدل دخلات معنا في حوار، خرجنا باتفاق مع وزارة العدل، فالمسألة هنا بقات مبلوكية أونيفو المحكمة المالية، أونيفو عفوا أونيفو وزارة المالية. فحنا هنا كنتسناو الوعود والتسويف والتسويف والتسويف، وكنتمناو أننا نلقاو حل مع الحكومة المكلفة بالمالية باش أننا نوقفوا هذه الأمور، لأن هذا الشيء لا لصالحنا ولا لصالح حتى شي حد، لأنه حقوق المتقاضين كتضرب، وهاد المتقاضين اللي هما يا مواطنين المغاربه، راه حتى حنا مواطنين المغاربه وحتى حنا متقاضون بصوره اخرى وبسيناريو اخر. وحتى الخدمه ديالنا والاعباء ديالنا راه بدات كتاخر، بدات كتوقف. يعني هذا الاضراب شكل واحد الضغط لا علينا حنا كموظفين، لا على جلسه العداله اون جينيرال. شكرا. تاتي هذه الوقفه احتجاجيه ضمن السلسلات يعني النضالات الاحتجاجيه التي تخوضها النقابه الديمقراطيه للعدل لرفع الحيف والظلم الذي لاحق يعني الموظف من خلال يعني إخراج النظام الأساسي الذي يعتبر هو نظام محفز ومحفز بالنسبة للموظف ويحفظ كرامته. اليوم نناشد الوزارة للخروج إلى طاولة الحوار من أجل إخراج يعني نظام أساسي متوافق عليه، كما قلت يكون يعني يحافظ على كرامة الموظف. أن الحكومة واجهت هذه النقابات بالخذلان من طرف يعني تجميد النظام الأساسي، هذا ما أجج أو ما مكن المكتب يعني ما مكن النقابة الديمقراطية في التصعيد من الاحتجاجات. لذلك نقول أن هذا يعني هذا النظام الأساسي أتى بحقوق أو حقوق اللي هي مشروعة ليس إلا، ونطلب من الحكومة يعني من هذا المنبر مرة أخرى الجلوس إلى طاولة الحوار، وشكرا. هاد الوقفة هادي دايرينها احتجاجا على المطالب ديالنا اللي مازال ما تم تفعيل ديالها من طرف وزارة المالية خصيصا، حيت ديجا اتفقنا مع وزارة العدل في ماي 2023، وكان المسودة ديال النظام الأساسي تم الاتفاق بشأنها، وتم زعما الإرسال ديالها لوزارة المالية باش يتم التفعيل ديالها، ولحد الآن ما لقينا حتى شي تجاوب من وزارة المالية ومن رئيس الحكومة أيضا. بالنسبة للمطالب ديالنا هو يتم تفعيل نظام أساسي اللي كيفا أونغلوبي هاد الأعباء الجديدة اللي ولات على كاهل كتابة الضبط، لا في المحاكم، لا في المديريات الفرعيه، لا في الاداره المركزيه، حيت دابا كيف ما كتعرفوا ولا تنظيم قضائي جديد، ولاو اعباء جديده، ولا تقسيم قضائي جديد، ولاو دابا
قوانين جديدة تصدر، قانون المسطرة المدنية، مدونة الأسرة، المسطرة الجنائية، دونك بلوس دو ريسبونسابيلتي، دونك خاص يكون نظام أساسي كي يكون غادي بتوازي مع الأعباء ديالنا. وطن يريد نظام أساسي.